الثالث بدر ناصر عايد. هذه بطاقة طالب في كلية الهندسة. أجل هذه السنة ويعمل حاليا عامل في النظافة. هل يقبل ضميركم طالب يأجل لأنه ما عنده مبلغ من المال أن يكمل دراسته، وترك السنة الدراسية هاي أجلها لأنه ما عنده فلوس ويشتغل حاليا عامل نظافة؟ هذا مستوى طالب العراقي، طالب كلية هندسة في أي بلد في العالم يقبل هكذا؟ عمي أنت شنو شهادتك؟ أنا خريج معهد تكنولوجيا مساحة. خريج معهد تكنولوجيا مساحة، قاعد بطال ما يشتغل، يشتغل يشتغل عامل نظافة، يشتغل عامل نظافة. هنا طالب بالكلية سنة ثالثة بكلية الهندسة ما عنده يكمل دراسة. الله يرضى طالب هندسة يشتغل. احنا ناشد الحكومة المحلية باحتضان هؤلاء الطلبة بإيجاد فرصة عمل لهم في شركات النفط. هذا طالب ميكانيك كلية هندسة، يعني مكان عمله في شركات النفط، مو مكان عمله عامل نظافة وكاظل مكنسة بيده. هل تقبلون يا محافظة ذيقار؟ هل تقبل يا محافظ ذيقار؟ هل تقبل يا رئيس مجلس محافظة ذيقار؟